في عام في العام القادم في 14 من آذار سوف نحتفل بيوبيل ذكرى مؤسس جمهورية كوريا الشمالية. وزيارته الأولى إلى روسيا. إن الاتفاقية الأولى التي تم وذكرت توقيع الاتفاقية الأولى للاعتراف باستقلال كوريا الشمالية. واليوم في الظروف الصعبة نستمر في التعاون الأخوي والودي ونفسح المجال ونعبد الطريق للأجيال القادمة في ضمن هذا التعاون. ونقيم الدعم على من كوريا الشمالية على الساحات الدولية لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار. ونحن ممتنون من القيادة الكورية الشمالية والشعب الكوري الشمالي على دعمه لمواقفنا في الأزمة الأوكرانية. اليوم معا نكافح الهيمنة والاستعمار الجديد من قبل الدول الغربية. ونكافح محاولات فرض وإملاءات الوصفات غير المناسبة لنا في روسيا وكوريا الشمالية. مثل مشترك: الجار القريب أفضل من القريب البعيد. وأظن أن هذه الحقبة الشعبية تعبر تماما عن علاقات دولتينا. وأشكر مرة أخرى وبشكل خاص الزعيم، وشكرا لكم، ونرفع نخب تطوير العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ونخب من أجل ازدهار ورفاهية الشعب الكوري الشمالي وكذلك في صحة كل الحاضرين هنا.